طبعا خطوة مخيفة، لأنه حتى الخبراء يتحدثون بأنه هذا النموذج الجديد يستطيع أن يحاكي بشكل أسرع، يستطيع حتى أن يقاطع، يستطيع أن يتفاعل مع الصور والأصوات بشكل مباشر. كانت المخاوف تتصاعد أساسا من تشات جي بي تي 4، صحيح، الإصدار الذي يعني لم يمضي عام على إصداره، ولكن الآن 4.0 كذلك. فبالتالي مديرة صندوق النقد الدولي بالمناسبة وصفت يعني أول أمس في زيورخ قالت جملة مخيفة للغالق، قالت بأنه الذكاء الاصطناعي الآن يعني مثل تسونامي داخل أسواق العمل، وقالت بأنه 60% من الوظائف داخل الدول المتقدمة مهددة بسبب الذكاء الاصطناعي. فيعني وصفه بتسونامي، وعندما يدخل في مجال الصراع يعني الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فبالتالي أكيد سيشهد العالم تسارع في تطوير هذا الذكاء الاصطناعي وهذه الأداة، لمن يكسبها أولا يعني يكون رائد في هذا المجال، أو ربما يعني يسهم في القضاء على البشرية، لأنه إذا تم استخدامه في المجالات الأمنية والعسكرية كما يحذر البعض ربما نكون أمام نهاية مخيفة. بالفعل شهدنا استخدام هذا الذكاء الاصطناعي في الكثير من الأسلحة في حرب غزة، كان كذلك حرب، لكن يظل العنصر المسيطر هو العنصر البشري، التخوف من أن يصبح هو المسيطر، بكل تأكيد يعني هو صاحب القرار، فهذه كارثة كبيرة. طبعا بعد احتكار شركة جوجل وتفوقها في دور المحرك المجيب على أسئلة العالم على الإنترنت، هذا على مدى عقدين من الزمن، هناك الآن معركة جديدة اندلعت حول التقنية التي ستكون الأكثر استخداما عندما طبعا يحتاج الأشخاص لمعرفة معلومة أو البحث مثلا عن صورة محددة. ما الذي تغير؟ يتوقع قادة التكنولوجيا أن يبتعد المستخدمون عن البحث التقليدي على الإنترنت، وأن يتجهوا نحو البحث عن إجابات سريعة من روبوتات الدردشة عبر استخدام الرسائل النصية أو الصوتية، أو حتى التواصل مع شخصيات افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. شركة أوبن إي آي مثلا يا حنين طورت مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي، هذا المساعد يهدف إلى تجاوز جهود منافسيها مثل أبل وجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي الصوتي. لكن جوجل هي الأخرى تستعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي لإجراء تحسينات في البحث، ومساعد جوجل الصوتي لمواجهة روبوتات الذكاء الاصطناعي.